أعزائي المشاهدي مساء الخيرات والليرات، وأحييكم من قناة كوت الفضائية في حلقة جديدة من برنامج مسابقات العبها صح. في الحلقة اللي طافت مثل ما شفنا كان عندنا أربع متسابقين بدوا معانا، وهم رضا حسن محمد طاهر ومحمد مهلهل، وتأهل في الجولة الأخيرة كل من محمد مهلهل ورضا، وأيضا فاز معانا محمد مهلهل، راح نشوفه ونرجع لكم مرة ثانية. أنا محمد مهلهل، شاركت في برنامج العبها صح وفزت في 86 ليرة فضية بالإضافة ل 5 ليرات ذهبية. المسابقة كانت وايد شيقة وكان التوتر فيها عالي، وصراحة مبين من أول حلقة المنافس رضا كان معي، المنافس الأقوى ولا يهونون الباجي طبعا، وكانت المسابقة وايد جميلة والله يعطيكم العافية، وأشكر قناة الكوت على إتاحة الفرصة هذه ولعبها صح. إذا نقول مبروك للفائز في الحلقة اللي طافت، واليوم أيضا راح يكون معنا أربع متسابقين جدد، وأذكركم بطريقة المسابقة، هي تعتمد على السرعة في تحديد الإجابة الصحيحة وثلاث جولات لكل حلقة. في جولتنا الأولى راح يكون عندنا 10 أسئلة ولكل سؤال 4 خيارات، الإجابات راح تحتسب في الطريقة التالية: اللي جاوب بشكل صحيح وبسرعة راح ياخذ 5 ليرات فضية، اللي جاوب بشكل صحيح ياخذ 3 ليرات، إذا كانت الإجابة خاطئة فينقص من رصيده ليرتين، وإذا ما جاوب اللاعب ما ينقص من إجابته أي شيء. في نهاية المسابقة راح يكون معنا فائز واحد اللي راح ياخذ ذهب، بس ياخذها فقط إذا لعبها صح. والحين خلونا نتعرف على المسابقين، وراح نبدا باول لاعبين. تعرفني باسمك؟ انا يوسف محمد، موظف في شركه زي الاتصالات. حياك الله معنا يوسف. حيك. وايضا معنا اللاعب الثاني، تعرفني باسمك؟ سيد علي سيد محمد، طالب جامعي. حياك الله معنا يا علي. وايضا اللاعب الثالث حسين صرخوخ، خريج علوم سياسيه. حياك الله معنا يا حسين. ونختتم باللاعب الرابع، تعرفني باسمك؟ سيد امين سيد علي، موظف في خطوط جويه. حياك الله معنا يا امين، وحياكم الله في هذه الحلقه، أتمنى لكم التوفيق من خلال الجولة الأولى. أذكركم أن عندنا 10 أسئلة ونحتاج منكم السرعة في تحديد الإجابة الصحيحة، فإن شاء الله تكون معلومات عندكم. سؤالنا الأول راح نبديه مع الكمبيوتر، راح نقول بسم الله، وراح يكون سؤال تاريخي عن الكويت. معلوماتكم تاريخية عن الكويت شلونها؟ الحمد لله جيدة إن شاء الله. تقرأ كتب تاريخية يوسف؟ نوعا ما. علي معلوماتك يعني. تاريخية يعني شكلك تقولي انه ما اعرف وايد. حسين ان شاء الله زين، ان شاء الله. خريج علوم سياسيه، مفترض المعلومات السياسيه والكويتيه. مساندي تاريخ بعد يعني. شلون؟ مساند مالي بالجامعه. مساند تاريخ، فبالتالي المعلومات التاريخيه نتمنى انها تكون موجوده عندك. وامين معلومات تاريخيه؟ ان شاء الله. ان شاء الله زينه. راح نشوف من خلال الاسئله مستوى المعلومات اللي عندكم، وايضا من اللي راح يكون معنا الفايز في هذه الحلقه. اذا نقول بسم الله، وسؤالنا الاول عن الكويت يقول: ماذا يطلق في الكويت على سنة 1934 ميلادية بعدما هطلت أمطار غزيرة فيها؟ أربع خيارات لأربع أسامي للسنوات الكويتية، هل يا ترى هي سنة الطبحة، سنة الطبعة، سنة الهدامة، أم سنة الرحمة؟ كلهم جابوا، ونعرف أن سنة 34 هدت فيها الكثير من البيوت الطينية. ويوسف علي حسين كلكم جاوبتوا، ولكن علي جاوب إجابة مختلفة. علي شنو قلت؟ الطبعة. سنة الطبعة، بينما باقي اللاعبين كلهم قالوا شنو؟ الهدامة. سنة الهدامة. وعلي ما أدري ليش رحت على الطبعة، يمكن تكون معلومات تاريخية مو ذاك الزود. مثل ما قلنا، إذا كنا مو متأكدين ممكن نخلي الإجابات على كتر إذا مو متأكد حتى لا ينزل رصيدك. إذا الإجابة الصحيحة هي سنة الهدامة، سنة 1934 اللي انهدمت فيها البيوت، وأسرع المتسابقين في الإجابة هو حسين. ألف مبروك لك يا حسين، 5 ليرات أضيفت إلى رصيدك في أول سؤال. أمين ويوسف عندكم 3 ليرات، وعلي بداية متعثرة صار عندك سالب 2، ولكن مو مشكلة، هذا هو السؤال الأول في الجولة الأولى، وللحين عندك خيارات وأسئلة كثيرة. إذن سؤال التالي راح يكون سؤال سياسي ولكن بعيد عن الكويت، معلوماتك السياسية حسين راح تبين من خلال الأسئلة. إذن سؤالنا يقول: ماذا يسمى البرلمان الروسي؟ لا اسم خاص، ونبحث عن الاسم للبرلمان الروسي من خلال أربع خيارات راح تطلع معنا من الكمبيوتر. هل يا ترى يسمى الدوما، بارلمنت، مجلس الشيوخ، أم بيت الشعب؟ وخريج العلوم السياسية جاوب، وأمين أيضا جاوب، بينما يوسف وعلي آثروا التزام الهدوء قالوا ما ندري. ما صوت يوسف؟ ما
ما صوت. ما عندك اي ابدا فكرة؟ ما عندي معلومه عنها. ما سويت حذره بذره و... لا لا علي ما جاوبت. اي ما احب اجازف. اول مره جازفت ما شاء الله، من اول سؤال جازفت الحين. سعد حسين الدومه. دومه متاكد؟ واثق؟ متاكد شاء. امين والله انا شيرت صراحه. شيرت اي صراحه شيرت. قلت جازف من السؤال الثاني، محتاج ازيد رصيدي. اذا جاوبوا الدومه حسين وامين والكمبيوتر يقول لهم جوابكم صحيح، هي الدومه الاسم اللي يطلق على البرلمان الروسي. اما عن اسرع المتسابقين فهو حسين ايضا. الف مبروك لك 5 ليرات فضيه يا حسين، ما شاء الله ماشي معانا بسرعه في الجوله الاولى. عندك 10 ليرات، امين عندك 6، علي عندك سالب 2، ويوسف عندك 3. وبالتالي يا علي محتاج منك سرعه في تحديد الاجابات الصحيحه. خلونا نشوف السؤال التالي. سؤالنا راح يكون عن الشعر الجاهلي. من فيكم معلومات الشعريه زينه؟ يوسف ما عندي معلومه شعريه. وايد علي معلوماتك شعريه؟ ايش تعرف عن الشعر؟ شوي شوي. حسين مساند التاريخ، مفروض الشعر يكون داش من التاريخ. والله لا بس يعني عندك معلومات اذا. وامين الشعر والله ضعيف. ضعيف الشعر. راح نشوف اذا المعلومات اللي عندهم من خلال هذا السؤال. سؤالنا يقول كم يبلغ عدد المعلقات في الشعر الجاهلي؟ 4 خيارات راح تكون عندنا ب4 ارقام، اتمنى تجاوبون بشكل صحيح وسريع. الخيار الاول هو 9 معلقات، 7 معلقات، 5 معلقات، ام 3 معلقات؟ جاسكو يا شباب يا علي محتاج منك اجابه، ولكن علي حاول يجاوب في اللحظه الاخيره. شنو بغيت تقول؟ 9 معلقات. 9 معلقات وما جاوبت، بينما امين حسين ويوسف جاوبوا اجوبه مختلفه، والاجابه الصحيحه هي 7 معلقات في الشعر الجاهلي. والحمد لله يا علي ما جاوبت، كان رحت قوع. اما عن الاسرع فهو حسين. الف مبروك لك يا حسين، 5 ليرات فضيه اضيفت الى رصيدك. امين عندك 9، حسين 15، علي عندك سالب 2، ويوسف عندك 1 فقط من الليرات الفضيه. اذا راح ننتقل الى سؤالنا الرابع في الجوله الاولى، وراح نشوف معلوماتهم عن جريمه صهيونيه ارتكبت بحق شيخ. اتمنى معلوماتكم التاريخيه عن فلسطين تكون حاضره معانا حتى نشوف الاجابه الصحيحه. من هو الشيخ الذي اعدمه الصهاينه وهو صائم؟ 4 خيارات ل4 شخصيات فلسطينيه راح تطلع معانا مع الوقت. هل يا ترى كان الشيخ عز الدين القسام، الشيخ فرحان السعدي، الشيخ عبد الرحيم النابلسي، ام الشيخ امين الحسيني؟ كان عمره 80 سنه او اكثر من عدم الصهاينه وهو صائم رحمه الله عليه. وحسين وامين فقط جاوبتوا اجابه واحده هي الشيخ فرحان السعدي. حسين ما ادري اذا كنت متاكد هالمره. ان شاء الله متاكد. اشوفك تاخرت في الاجابه. لا كنت شاك بين منو ومنو؟ لان الاسامي شويه طويله فقاعد احاول اصيد الاسم. كنت قاعد احاول اصيد الاسم. حسين قال الشيخ فرحان السعدي، والاجابه الصحيحه هي بالفعل الشيخ فرحان السعدي. والف مبروك لك يا حسين ويا امين، اجابتكم صحيحه، والاسرع فيكم كان ايضا حسين. الف مبروك لك، 5 ليرات اضافيه لرصيدك. امين عندك 12، حسين عندك 20، علي حتما محتاج انك تشد حيلك معانا وتجاوب ولو بمجازفه، لان عندك سالب 2، يوسف عندك 1، وايضا محتاج انك تشد حيلك معانا. 3 فقط منكم راح ينتقلون الى الجوله الثانيه، وبالتالي محتاجين الاسئله تركزون فيها وتجاوبون بشكل صحيح وسريع. السؤال التالي يقول ماذا يطلق على الاعمده الفرعونيه؟ 4 خيارات راح تطلع معانا على الاعمده الفرعونيه، شو يسمونها؟ هل يا ترى تسمى الناطحة، الأبراج، العمود الكونفي، أم المسلة؟ آخر ثواني. يوسف وعلي جاوبوا بالفعل واثنينهم إجابتهم مختلفة. يوسف شنو قلت؟ أبراج. أبراج. وعلي؟ العمود الكرتوني. العمود الكونفي. تقولون لعبوها صح ولا لا؟ كمبيوتر يقول للاسف الشديد ما لعبوها صح. الاجابه الصحيحه هي المسله، والتي تطلق على الاعمده الفرعونيه، وللاسف الشديد نزلت ارصدتكم. يوسف عندك سالب 1، وعلي رايح تحت في العمق صار عندك سالب 4، حسين عندك 20، وامين عندك 12.
سؤالنا التالي هو السؤال السادس في الجولة الأولى، وهو سؤال عن العالم العربي. يقول السؤال: كم تقدر مساحة العالم العربي بالمليون كيلو متر مربع؟ إذن سؤالنا راح يطلع في أربع خيارات بالأرقام. هل يا ترى هو 14 مليون كيلو متر مربع، 18، 22 أو 26 مليون كيلو متر مربع؟ العالم العربي يمثل تقريبا 10% من مساحة اليابسة، وسؤالنا عن حجم أو المساحة بالكيلو بالمليون كيلو متر مربع. ثلاثة جاوبوا. يوسف ما عندك أي معلومة؟ ما أبي أجازف صراحة. لو كنت بتجازف كان وين رحت؟ 18. لا تنسى إن إحنا وصلنا السؤال السادس، وبالتالي محتاج إنه تبدي تجازف شوي حتى تضمن الانتقال إلى الإجابة إلى الجولة الثانية. عفوا، الإجابة الصحيحة هي 14 مليون كيلو متر مربع، والأسرع تعتقدون منه؟ حسين، ألف مبروك، 5 ليرات إضافية لرصيدك. كنت الأسرع في الإجابة عن السؤال، واللي إجابته كانت 14 مليون كيلو متر مربع، صار عندك 25 ليرة، وبالتالي شوي مرتاح. أمين أيضا مرتاح، عندك 15. علي سالب 6، ويوسف سالب 1. يعني علي يوسف أنت للحين متقدم مع أنك بالسالب، ولكن ممكن يطوفك علي بأي لحظة. إذا ننتقل إلى سؤالنا التالي. سؤالنا التالي راح يكون عن مناسبة كويتية معروفة، راح نسأل عن اسم هذه المناسبة إذا كانوا الشباب يعرفونها. سؤال هو: ماذا يطلق في الكويت على مناسبة ظهور أول سن للطفل؟ أول ما يطلع له سن لمناسبة معينة وسوي له احتفال، شو يسمونها؟ هل يا ترى دق الهريس، النون، قريش، أم قرقيعان؟ العلوم السياسية والتاريخ تأخر في الإجابة وقال شنو؟ قال النون. أمين شكلك مو واثق من إجابتك، تقول دق الهريس. عدل؟ شيرت دق الهريس. شكلك مشتهي هريس قلت. وغلطان أدري فيها. وغلطان. الإجابة صح شنو عيل؟ النون. النون. علي دق الهريس. ويوسف شنو تقول؟ سي قريش. قريش. يقول قريش، وواضح المعلومات على المناسبات الكويتية يعني مو وايد واضحة عند الشباب. الإجابة الصحيحة هي النون. وأمين منو اللي جاوب صح؟ منو جاوب أسرع؟ طبعاً حسين. طبعاً حسين، ألف مبروك لك يا حسين، 5 ليرات إضافية لرصيدك. متشقق معانا يا حسين ومستانس، تستاهلها. إجاباتك صحيحة وسريعة، 30 ليرة في حسابك. أمين عندك 13، علي صرت سالب 8، ويوسف عندك سالب 3. إذا راح ننتقل إلى سؤالنا الثامن، والجولة فيها منافسة، ولكن منافستها غريبة شوي لأن قمنا ننافس بالسالب صح يوسف؟ إذا سؤالنا التالي عن قناة السويس. يقول: في أي عام افتتحت قناة السويس؟ لنبحث عن تاريخ، أتمنى المعلومات التاريخية عندكم. علي توهق، وأربع خيارات راح تطلع لنا مع الكمبيوتر. هل يا ترى هو العام 1859 ميلادية، 1869، 1879، أم 1889 ميلادية العام اللي افتتحت فيه قناة السويس؟ ما عدا أو اثنين فقط جاوبوا، علي وحسين، اثنينكم قلتوا 1869. علي متأكد؟ لا ماني. شكلك مو متأكد، كمبيوترنا متأكد، يقول بالفعل 1869 هي الإجابة الصحيحة. إذا مبروك لك يا علي، إجابتك صحيحة على كل حال، وحسين أيضا جاوبت إجابة صحيحة. أما الأسرع فهو حسين أيضا، ألف مبروك لك، 5 ليرات يا حسين تستاهلهم، 5 ليرات فضة لرصيد حسين، وبالتالي عنده 35. علي ارتفع رصيدك، صار عندك سالب 5، ويوسف عندك سالب 3. للحين أنت متصدر عن علي. علي محتاج تجاوب الإجابتين التاليتين بشكل صحيح إذا كنت بيتغلب يوسف، أو تعطيه الفرصة ينتقل للجولة التالية. السؤال التالي إذن هو السؤال التاسع في هذه الجولة، وسؤالنا راح يكون في شوي سرعة لأن السؤال عن الفروسي وعن سباق الخيل. يقول السؤال: أين يوجد أكبر مضمار لسباق الخيل في العالم؟ 4 مدن فيها سباقات خيل وفيها مضامير سباق، ونبحث عن أكبر مضمار سباق للخيل في العالم. هل يا ترى هو في تكساس، أسكوت، دبي، أم ملبورن؟ أدري أنه افتتح في 2010. نبحث عن أكبر مضمار لسباق العالم، وعلي أنت تقول أسكوت في بريطانيا، باقي المسابقين يقولون في دبي.
والإجابة الصحيحة هي دبي. بالفعل فيها أكبر مضمار لسباق الخيل في العالم هو مضمار ميادين. وللأسف يا علي إجابتك ما كانت موفقة، والأسرع كان حسين. ألف مبروك لك يا حسين. كم مرة عدتها أنا في الجولة الأولى؟ كل شوي أقول حسين الأسرع، ويستاهل لأنه كان الأسرع بالفعل في الإجابات أغلبها، وبالتالي حصل على 5 ليرات إضافية. إذن في السؤال العاشر والأخير في هذه الجولة أذكركم فقط أن حسين إلى الآن متصدر، عندك 40، علي عندك سالب 7، يوسف ردينا للصفر مرة ثانية، وأمين عندك 16. أمين وحسين أنتم مرتاحين، المنافسة راح تكون بين علي ويوسف، أتمنى لكم التوفيق. إذن سؤالنا الأخير في هذه الجولة يقول: في أي سنة تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام؟ 4 خيارات راح تكون عندنا مع الوقت، أبي أشوف الإجابة الصحيحة عندكم. إذن الخيارات هي سنة 1 هجرية، سنة 2 هجرية، 3 هجرية، ولا 4 هجرية. ندري أنه كان في منتصف شعبان، ولكن نبحث عن السنة، وكلكم جاوبتوا إجابات مختلفة. حسين أنت الوحيد اللي قلت في سنة 2 هجرية، باقي المسابقين قالوا في سنة 3 هجرية. أحب أقول لكم أن حسين كانت إجابته هي صحيحة، ألف مبروك لك، وبالتالي أيضا ألف مبروك على الليرات الجديدة اللي أضيفت لك، 5 ليرات. باقي اللاعبين نزل من رصيد كل واحد فيهم 2 ليرة، وبالتالي المتصدرين عندنا حسين، أمين ويوسف. علي للأسف الشديد رصيدك ما يسمح لك في الانتقال معانا، ولكن أشكرك على المشاركة في الجولة الأولى وفي هذه المسابقة. أعزائي المشاهدين، إذا رح نشوف المسابقين 3 المتصدرين في الجولة الثالثة، خلكم معانا بعد هذا البريك. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، ورح نبدأ الجولة الثانية، وذكركم باللاعبين اللي معانا. معانا يوسف وعند سالب 2، وحسين عندك 45، أمين عندك 14. طبعا أنا علقت مع يوسف لأنه أول مرة الجولة الثانية يدخل معانا منافس بسالب 2. أتمنى لك التوفيق، وأتمنى لجميع المسابقين حياكم الله معانا مرة ثانية. إذا أعزائي المشاهدين، في الجولة الثانية راح يكون عندنا أيضا 10 أسئلة، ولكل سؤال 4 خيارات، أما عن طريقة الحساب فاللي جاوب بشكل صحيح والأسرع ياخذ 10 ليرات، اللي جاوب بشكل صحيح ياخذ 7، اللي جاوب خطأ ينقص من رصيده 5، واللي ما يجاوب ما يتأثر رصيده. إذن هذه هي طريقتنا، أتمنى لكم توفيق في هذه الجولة. أقوى 2 منكم راح ينتقلون إلى تصفيات الجولة الثالثة، واللي راح ياخذ الذهب معنا. أعزائي المشاهدين، إذن راح نبدأ بأول أسئلتنا، نقول بسم الله. وسؤالنا عن الكويت، سؤال هو: من هي أول سفيرة للكويت؟ سؤال بسيط وسهل ومباشر أيضا، 4 خيارات راح تطلع لنا لأربع شخصيات كويتية. هل يا ترى هي لولو القطامي، دكتور معصومة المبارك، نبيلة الملة، أم مريم الصالح؟ طبعا أول سفيرة كانت في سفارة الكويت في زيمبابوي. نبحث عن اسم السفيرة، وفقط يوسف هو اللي جاوب. وشنو قلت؟ لولو القطامي. لولو القطامي، خريج السياسة والتاريخ. ما كان متأكد؟ توقعت لولو القطامي. توقعت لولو القطامي، ليش ما جاوب؟ ما بيجازف. ما بغيت تجازف، أنت عندك أعلى رصيد ومو محتاج أنك تجازف في المرحلة. أمين؟ أنا والله نفس الشيء، لولو. لولو؟ بس شنو؟ ما بجازف يعني. ما تبي تجازف؟ وحسين خلاص. خليت المجازف كلها صوب يوسف، يكون عنده أقل شيء. صارت براسك يا يوسف. ما أدري عاد يمكن أنا صح. إذن الإجابة الصحيحة هي نبيلة الملة يا يوسف. نبيلة الملة هي أول سفيرة للكويت في سفارة الكويت بزيمبابوي. للأسف الشديد إجابتك كانت خاطئة، ونزل رصيدك إلى -7. أرصدة باقي اللاعبين ما تأثرت، ورح ننتقل بذلك إلى سؤالنا التالي. سؤالنا التالي راح يكون سؤال شعري لطيف، نبحث عن القائل لبيت الشعر التالي. أتشوفون الشيب اللي براسي، مو أنا اللي كاتب لبيت الشعر التالي. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. من القائل؟ 4 أسماء راح تطلع لنا لأربع شعراء. هل يا ترى هو عنتر بن شداد، أبو العتاهية، بشار بن برد، أم أبي نواس؟ من القائل؟ من القائل؟ وحسين جاوب وهو متردد، وحسين يقول أبو العتاهية بس شكلك متردد. والله يعني البيت معروف بس رايح عن بالي، بس اعتقد أبو العتاهية.
ابو العتاه يمكن للحين ما طلع لك الشيء فمو سائل عن منو اللي قال بيت الشعر التالي. اذا حسين فقط اللي جاوب وقال ابو العتاه هي، والكمبيوتر يقول لك يا حسين الف مبروك اجابتك صحيحه واضيف الى رصيدك 10 ليرات فضيه. باقي اللاعبين ما تاثرت ارصدتكم لان ما جاوبتوا لا بالصح ولا بالخطا. اذا صار عندك 55 ليره فضيه، وبالتالي ننتقل الى سؤالنا الثالث في الجوله الثانيه. سؤالنا التالي راح يكون سؤال تاريخي عن الاحتلال الصليبي للقدس. اتمنى معلوماتكم التاريخيه عن القدس، وامين قاعد تعطيني اشاره تقول لي ما اعرف عن تاريخ الاحتلال الصليبي. سؤال يقول كم سنه دام الاحتلال الصليبي للقدس؟ نبحث عن سنوات. اربع خيارات راح تطلع لنا مع الوقت، اتمنى تجاوبون خلال العشر ثواني. هل يا ترى دامت 68 سنه، 78، 88 ام 98 سنه؟ سنة 1099 إلى سنة 1187 كم سنة دام الاحتلال الصليبي للقدس؟ ثلاث متسابقين جاوبوا معانا، الإجابة الصحيحة هي 88 سنة. 88 سنة حسين وأمين، أنتم جاوبتوا الإجابة الصحيحة، وحسين كنت الأسرع، ألف مبروك لك يا حسين. عندك شغلة اليوم مع السرعة، عطنا السر السرعة هذه. والله ما شاء الله المعلومات عندك. أمين معلومة كانت عندك، ولكن كنا محتاجين نشوف منك سرعة أكبر، محتاج أن تحافظ على الصدارة. يوسف صار عندك سالب 12 يا يوسف، بينما أمين عنده 21 وحسين عنده 65، بالتالي محتاج منك أكيد مجازف في الأسئلة التالية، ولا رح ناخذ منك 21 ليرة فضية لأن رصيدك بالماينس. إذا سؤالنا التالي هو السؤال الرابع، وهو سؤال خشبي نوعا ما. هنشوف السؤال يقول ما هي أكبر سفينة خشبية في العالم موجودة إلى اليوم؟ أكبر سفينة خشبية في العالم ونالت شهادة جينيس للأرقام القياسية، هل يا ترى هي الكاتي سارك، بغلة الهاشمي، فيكتوريا أم إليزابيث؟ طولها 80 متر، عرضها 18 متر، ما هي هذه السفينة الخشبية الأكبر في العالم؟ ثلاثتكم جاوبتوا نفس الإجابة وقلتوا شنو؟ بغلة الهاشمي. معلوماتكم الكويتية حلوة وتستاهلون، إجابتكم صحيحة بالفعل، هي بغلة الهاشمي أكبر سفينة خشبية في العالم موجودة في الكويت، طولها 80 متر وعرضها ايش كثر؟ 18 متر. أما عن أسرع المسابقين فيوسف ألف 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 مبروك، تستاهل صفقة يا يوسف، جوابك صح وبسرعة ووصلت إلى سالب 2، ألف مبروك لك. أيضا بقية اللاعبين إجابتكم كانت صحيحة وزادت أرصدتكم. أذكركم أمين عندك 28، حسين عندك 72، ويوسف مثل ما قلنا سالب 2. وبالتالي راح ننتقل إلى السؤال الخامس في هذه الجولة، وسؤالنا عن كرة قدم. يوسف معلومات الكروية شلونها؟ والله قوية حيل. قوية حيل، إن شاء الله نشوفها من خلال السؤال. حسين؟ إن شاء الله زين. إن شاء الله زين، شكلك مو وايد واثق. يعني. أمين؟ والله أنا وايد أتابع بس. تابع وايد. شوف السؤال. خلينا نشوف معلوماتهم، ليش أسألهم؟ خلينا نشوف فعلياً. السؤال يقول ما هي أعلى نتيجة سجلت في مباراة واحدة من نهائيات كأس العالم؟ شيء مقابل شيء، هل يا ترى 5-7، 8-10، 3-5، 2-1؟ أمين قال بجاوب بجاوب وأنا أعرف الكرة. أمين شنو قلت؟ أنا قلت والله 5-3. وحسين؟ نفس الشيء. نفس الشيء. ويوسف ما جاوبته، انا عندنا معلوماتك الكرويه كانت شفت شلون. اذا خلونا نشوف الاجابه الصحيحه مع الكمبيوتر. الكمبيوتر يقول 5-7، او بالاحرى 7-5 هي اعلى نتيجه سجلت في مباراه واحده من نهائيات كاس العالم، وللاسف الشديد ما جاوبته صح، وبالتالي زلت شويه ارصدتكم. امين لا تحاتي وايد، الحين في فرق وايد بينك وبين يوسف، ولكن محتاجين نشوف ايضا ارصده قويه من فضه، لان راح يهم من اللي يفوز في نهايه الحلقه. اذا ننتقل بهذا الى سؤالنا التالي، وسؤالنا راح يكون عن زلزال ضرب المغرب. تابعين في الزلزال اللي ضرب المغرب؟ اوكي. سؤالنا راح يكون عن هذا الزلزال اللي ضرب المغرب، اتمنى الاجابه تكون عندكم. يقول السؤال ما اسم المدينه المغربيه التي تعرضت لزلزال مدمر في العام 1960 ميلاديه؟ قتل فيه 15,000 واحد ونقلت المدينة 3 كيلومترات، هل يا ترى هي الرباط، مراكش، فاس أم
أغادير. حسين ابتسامتك هذه لها معاني كثيرة، شنو قلت؟ أغادير. أغادير، وأمين أيضا قلت أغادير. شيرتها. اليوم لو تسكر عينك وتشير كنا راح تمشي معاك. شير وايد يا أمين، محتاجين منك ثقة وسرعة وتركيز في الإجابة. الإجابة الصحيحة هي مدينة أغادير، دمرت سنة 1960 وقتل فيها 15,000، رحمة الله عليهم جميعا، وبالتالي اثنينكم جوابكم كان صحيح، والأسرع فيكم منو؟ حسين. ألف مبروك لك يا حسين، 10 ليرات فضية أضيفت إلى رصيدك، وبالتالي صار عندك 77 وأمين عندك 30. يوسف كم عندك؟ ما جاوبت أنا. سالب 2 لحد الآن لأنك ما جاوبت، محتاجين منك جرعة يا يوسف. إذن خلونا نشوف السؤال التالي، سؤال عن مدينة، راح نبحث عن أي جمهورية موجودة في هذه المدينة، إن شاء الله المعلومات الجغرافية تكون موجودة عند المتسابقين. سؤالنا إذن يقول في أي جمهورية تقع مدينة بخارى؟ ندري أن ولد فيها الإمام البخاري، ونبحث عن الجمهورية التي تقع فيها مدينة بخارى، هل هي يا ترى قرقيزستان، أوزباكستان، طاجكستان، أم أذربيجان؟ يلا يا أمين، يلا يا يوسف. يوسف معلوماتك الجغرافية شلونها بشكل عام؟ ما مو وايد. مو وايد. بس أتوقع أن قرقيزستان. أتوقع أن في قرقيزستان. إنه. بخارى هي. بخارى في إيران هي. شلون؟ بخارى في إيران أتوقع. لا بخارى مو في إيران، أصلاً خيارات الأربعة ما عندنا إيران. لا لا أنا أقول الحين حالياً هي اسمها بإيران. آه لا لا إيه؟ لا للحين نفس المكان. لا تحاتي ما حد خذها. للحين نفس الجمهورية. زين وين تقول؟ أوزبكستان. تقول في أوزبكستان، وأمين تقول؟ أوزبكستان. أمين إذا مشيرها هالمرة ترى بسحب منك كل الإجابة. لا لا هذه مو مشيرة. ها شلون؟ ها 80% شيء. 80% يعني نوعاً ما متأكد منها. متأكد. خلاص ثبتوا لي إياها. إذا قال في أوزبكستان، إذا كانت إجابته صح راح ياخذ الليرات. كثر راح تاخذ؟ إذا كنت الأسرع بتاخذ 10، وإذا كنت ثاني واحد راح تاخذ 7. تردد لا تتردد، محتاجين ثقة، محتاجين سرعة، محتاجين أيضاً تركيز منك يا أمين. إذا السؤال كان عن مدينة بخارى، اثنينهم جاوبوا أو ثلاثتهم جاوبوا، والإجابة الصحيحة هي أوزباكستان. ألف مبروك لكم يا حسين ويا أمين. أمين منو اللي جاوب أسرع هالمرة؟ طبعاً حسين. طبعاً حسين. حسين ألف مبروك لك، 10 ليرات إضافية لرصيدك، وبالتالي إجابتك صحيحة وصار عندك 87 ليرة. أمين أيضاً إجابتك صحيحة، ولكن محتاج منك موضوع السرعة، المعلومات عندك ولكن تحتاج إلى ثقة. يوسف سالب 7 يا يوسف. خلاص حظك اليوم بالسالب. إذن في هذه النتيجة راح ننتقل إلى سؤالنا الثامن، وسؤالنا راح يكون عطر جداً عن الزعفران. يوسف أسألك، تحب الزعفران؟ وايد وايد تحب الزعفران. وايد حب. من وين يبون الزعفران؟ مو من أي مدينة أقصد، شلون يبونه؟ والله ما ادري. ما تدري؟ ما عندي علم. شيره مصنع تقريبا، يمكن من زهره. من زهره. حسين زعفران من وين يبونه؟ والله في دول معروفه بالزعفران يعني. ما اقصد الدول، دول في وايد، في اسبانيا، في ايران، في وايد دول تنتج الزعفران، وفي زعفران اصلي وفي زعفران مو اصلي، ولكن اسال من اين يستخرج الزعفران؟ والله اعتقد نبته يعني. نبته. ويوسف قال زهره، انت تقول نبته. امين؟ ما عندي معلومة. ما عندك معلومة، بس تحطه بالشاي وخلاص. بس إذا خلونا نشوف معلوماتهم عن الزعفران من خلال السؤال التالي، وإذا كانت عندهم الإجابة صحيحة وبسرعة. السؤال راح يقول ما هو الجزء المستخدم من زهرة الزعفران؟ لأن نعرف الحين صار أن زهرة الزعفران هي اللي تستخرج منها الزعفران، أي جزء من الزهرة يستخرج منها الزعفران؟ هل يا ترى هو جذور الزهرة، ساق الزهرة، ورق الزهرة، أم ميسم الزهرة؟ يلا يا يوسف، يلا يا يوسف، احتاج انك تجاوب يا يوسف، احتاج منك جرأة. وأمين بتلش حاولت انك تجاوب، شنو بغيت تقول؟ خلص الوقت، شنو بغيت تقول؟ أنا بغيت أقول ميسم الزهرة. ليش ما جاوبت خلال 10 ثواني؟ بغيت ماستر. للأسف الشديد خلصت الثواني العشرة، وفقط يوسف اللي جاوب وقال جذور الزهرة. وما ادري اذا متاكد يا يوسف، اذا متاكد والله يبتها الشكل. عاده الجذور عباره عن الياف، وهي الياف تقريبا. وللاسف الشديد يا يوسف هي ميسم الزهره مثل ما قال امين،
وأيمن وأمين للأسف أيضا ما حالفك الحظ في موضوع السرعة. إذا للأسف الشديد صار عندك سالب 12، ما أدري أقول لك مبروك ولا أقول لك هارلك من الحين. حسين عندك 87 وأمين عندك 37، فارق بينكم 50 ليرة فضية. إذا راح ننتقل بهذا إلى سؤالنا التاسع في هذه الجولة، وسؤالنا راح يكون عن شعوب جنوب آسيا، جنوب شرق آسيا بالأحرى. أتمنى المعلومة تكون عندكم. سؤال يقول: ما الاسم الذي يطلق على اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا؟ أربع خيارات راح تطلع معنا وراح نشوفها بالوقت. هل يا ترى هي آسيان، تامليون، الأويغر، أم الأوناسور؟ فيها 10 دول وتأسست سنة 1967. ما هو اسم اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا؟ يوسف، عتب كبير عليك يا يوسف، ما جازفت أبدا. سالب 12، المتبلل ما يخاف من الغرق يا يوسف. حسين شنو جاوبت؟ آسيان. وأمين أيضا جاوبت آسيان. أنا سامع فيها. سامع فيها، محتاج منك ثقة أكبر يا أمين. الإجابة الصحيحة هي بالفعل آسيان. ألف مبروك لكم. والأسرع كان حسين، ألف مبروك لك يا حسين، 10 ليرات لك، وأمين لك 7 ليرات. أمين عندك 44 وحسين عندك 97 في السؤال التاسع لهذه الجولة. وقال معنا سؤال واحد ورح نشوف النتيجة النهائية. سؤالنا راح يكون عن الإمام أحمد بن حنبل، الفقيه والعالم الإسلامي المعروف. سؤالنا إذا راح يكون هو السؤال الأخير في هذه الجولة. أقوى اثنين منكم راح ينتقلون إلى الجولة الثالثة. سؤال يقول: في أي عام ولد الإمام أحمد بن حنبل؟ أربع خيارات راح تطلع لنا في التاريخ الهجري، أتمنى الإجابة تكون عندكم وبشكل سريع. أمين، هل هو في 144 هجرية، 154، 164، أم 144 هجرية ولد الإمام أحمد بن حنبل؟ والثواني راحت، فقط أمين ويوسف جاوبوا نفس الجواب وقالوا 144 هجرية. يوسف سامع عنها أنا. سامع عنها ولكن مو متأكد. أمين أنا مسامع عنها بس ها. أيضا مو متأكد. كذا مو متأكد. معلوماتك التاريخية تحتاج إن شنو تراجع كتب التاريخ مرة ثانية. إذن معلومات جديدة حصلتوها أعزائي المشاركين وأعزائي المشاهدين، أيضا هي معلومات جديدة. بقى عندنا نعرف النتيجة الأخيرة لهذا السؤال. السؤال كان عن العام اللي ولد فيه الإمام أحمد بن حنبل، والكمبيوتر يقول 1164 هجرية، وبالتالي للأسف شديد أجوبتكم كانت خاطئة. يوسف بجدارة هتطلع من البرنامج عندك سالب 17 ليرة فضية. حسين ألف مبروك لك، عندك 97، وأمين عندك 39. أعزائي المشاهدين إذن في الجولة الثالثة والأخيرة من هذه الحلقة راح نشوف معانا حسين وأمين، وراح نشوف من الفائز في هذه الحلقة بليرات الذهب. خلكم معانا بعد هذا البريك. إذا المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ورح نبدأ الجولة الثالثة، وأذكركم أن في هذه الجولة معنا لاعبين. الأقوى كان حسين 97 ليرة، وأمين عندك 39 ليرة، حياكم الله معنا في الجولة الثالثة. وأيضا أذكركم بأن طريقة احتساب النتائج هي التالي: اللي رح يجاوب بشكل صحيح والأسرع فقط رح ياخذ 15 ليرة فضية، اللي جاوب خطأ رح ينقص من رصيده 10 ليرات، أما اللي ما يجاوب فما يتأثر رصيده. واضح الشروط؟ إذا راح نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ أول أسئلتنا في الجولة الثالثة. سؤالنا راح يكون عن نادي الكويت للمعاقين، أتمنى المعلومة تكون عندكم وتحضرون لنا إياها. يقول السؤال: في أي عام تم إشهار نادي الكويت للمعاقين؟ أربع خيارات بالتواريخ راح تطلع لنا مع الكمبيوتر. هل كان العام 1974، 1984، 1994، أم 2004؟ طبعا نادي الكويت المعاقين له ميداليات عالمية كثيرة ونفتخر فيها، وسؤالنا كان عن العام اللي تم إشهار نادي الكويت المعاقين فيه. حسين فقط أنت اللي جاوبت، وشنو قلت؟ 94. 94 مو متأكد. مو متأكد يا حسين، رصيدك عالي، ما أدري ليش جازفت من البداية. أمين رصيدك كان يبي له مجازفة وما جازفت؟ بس
تأخرت. إذا بعشر ثواني محتاج منك إجابة يا أمين في المرة القادمة. الإجابة الصحيحة هي 1994. ألف مبروك لك يا حسين، إجابتك صحيحة وبسرعة، وبالتالي حصلت على 15 ليرة إضافية ورصيدك طق فوق ال 100 وصار عندك 112. الحمد لله. بينما أمين عندك 39. محتاج منك سرعة يا أمين، ومحتاج منك ثقة وتركيز. سؤالنا التالي راح يكون سؤال اقتصادي. حسين ارتحت؟ اقتصاد وسياسة يعني يقرأ من بعض؟ لا يعني إن شاء الله معلومة اقتصادية وليس تاريخ اقتصادي إن شاء الله. فأتمنى عندك أمين حق شعرك كنا وهقت اقتصاد شلون؟ عاد مو مجالنا، مو مجالك بالاقتصاد؟ ودك أني سؤال من طيران شيء ماكو بالطيران في يعني إيش كثر تكلفة الفيول، إيش كثر راح أدخل فلوس، مفروض المعلومات الاقتصادية تكون عندكم. سؤالنا التالي إذا سؤال اقتصادي، ويقول السؤال: ما هو النظام الاقتصادي الذي يدعو الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج؟ نبحث عن اسم النظام الاقتصادي اللي يدعو إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. أربع خيارات عندنا هي الشمولية، الاشتراكية، الرأسمالية، أم الفاشية؟ بغيت أكثر من 10 ثواني يا أمين؟ لا عندك 10 ثواني ولكن مو متأكد من الإجابة، خايف لا ينزل رصيدك من الليرات. حسين لها علاقة بالسياسة يعني الرأسمالية والاشتراكية بشكل كبير، أنظمة سياسية يعني فاشية بعد. فشنو قلت؟ فالرأسمالية. فالرأسمالية وتقولها بثقة إن شاء الله. وتعجبني ثقتك يا حسين، إجابتك صحيحة هي الرأسمالية. ألف مبروك لك يا حسين، 15 ليرة إضافية إلى رصيدك اليوم. حسين لاعبها صح من بدايتها إلى حد الآن، وأتمنى من أمين أيضا شنو يشد حيلة معانا، لأن الفرصة ليح موجودة عندك يا أمين. إذا ما كان الذهب على الأقل تطلع بليرات فضة أكثر. سؤالنا التالي هو السؤال الثالث في الجولة الثالثة، وراح يكون عن الرياضيات. إن شاء الله تكون معلوماتكم الرياضية قوية. السؤال يقول: من هو أول من وضع الأرقام العربية واخترع منزلة الصفر؟ إن شاء الله ما حد يطلع اليوم عنده صفر. هل يا ترى كان الخوارزمي، الكندي، ابن سينا، ابن الهيثم؟ طبعاً وظيفة الصفر هي الدلالة على معنى لا شيء وملء المنزل الخالي لحفظ ترتيب المنازل. وأربع خيارات كانت عندنا، اثنينكم جاوبتوا ولكن في تردد من الاثنين. حسين تأخرت وايد هالمرة. إيه ابن الهيثم بصريات والفيزياء، ابن سينا الطب، والكندي بعد الطب بس ما أدري، حسيت إن الكندي. والخوارزمي شنو كان؟ خوارزمي رياضيات طبعا. زين بس ما اتوقع الخوارزمي، ما اتوقع يعني الخوارزمي. معروف في الجبر. امين الجبر تعجبني جرأتك، جاوبت هالمره وقلت سامح فيها ابن سينا، بس ابن سينا صراحه اقول لك انه مشير ايضا مشير. اليوم كل شغلنا حذره بدره يا عمي، يعني عند العشره اهم شيء الجرأه. المهم انك جاوبت، يعجبني هذا الشيء عندك. الاجابه الصحيحه هي الخوارزمي. للأسف الشديد يا شباب اثنينكم جاوبتوا إجابة خاطئة. الخوارزمي هو أول من وضع الأرقام العربية واخترع منزلة الصفر، وبالتالي نزلت أرصدتكم. أمين عندك 29 وحسين معاك 117، لازلت أنت المتصدر. سؤالنا التالي راح يكون سؤال عن أشعة أكس المستخدمة في المستشفيات ومستخدمة في كثير من أجهزة الرصد. سؤالنا راح يقول: من هو مكتشف أشعة أكس؟ أربع أسماء لأربع علماء راح تطلع معانا مع الوقت، وراح نحتاج نشوف الإجابة الصحيحة من عندكم حتى نرفع الأرصدة الفضية. هل يا ترى كان كارير، نيوتن، جوكل، أم روتينغن؟ طبعا هو فاز بجائزة نوبل الأولى للفيزياء، وأنا عن من هو مكتشف أشعة أكس، واثنينهم قالوا أكس ما نعرف. حسين؟ والله ما أدري. أدري إنه ما له شغل بالسياسة ولا الاقتصاد، بس معلومات عامة هذه. ما أعرف. أمين؟ أكيد مو نيوتن يعني. قلت لي بغيت سؤال عن الخطوط الجوية، في كل مطار بالعالم في أشعة إكس. ليش ما جاوبت؟ أساساً أول مرة أسمع فيها صراحة. أول مرة تسمع بأشعة إكس. إذا معلومة جديدة أضيفت إلى أمين، إذا ما ياخذ الفضة ولا الذهب على الأقل ياخذ معنا معلومات جديدة. إذا الإجابة الصحيحة هي روتينغن هو مكتشف أشعة إكس، و أحد جاوب وبالتالي ما تأثرت أرصدتكم. سؤالنا التالي راح يكون سؤال جميل جدا
يتكلم عن خليج من الخلجان أو الخلجان العربية. أتمنى معلوماتكم الجغرافية تكون جيدة. أمين من الحين يقول ما أعرف، ما سألت للحين وتقول لي ما أعرف. خلونا نشوف إذن المعلومة من خلال السؤال التالي إذا كانت عند المسابقين أو لا. يقول السؤال: في أي دولة يقع خليج قابس؟ أربع خيارات راح تطلع لنا مع الوقت، راح نشوفها. هل يا ترى هي في عمان، تونس، المغرب، أم موريتانيا؟ هي طبعا من أهم مناطق الإسفنج في العالم. أي مدينة؟ أي مدينة ما أدري. قريبة من صفاقس. صفاقس. تونس. في أي دولة؟ تونس. تونس. أمين؟ أدري فيها تونس بس. تدري فيها تونس، ليش ما جاوبت بسرعة يا أمين؟ واحد لازم يفكر. الإجابة الصحيحة هي بالفعل تونس يقع فيها خليج قابس، هذه هي الإجابة الصحيحة. اثنين مجاوبوا صح، ولكن في هذه الجولة ناخذ فقط الأسرع. حسين ألف مبروك لك، 15 ليرة فضية. أنا بحط هني مسجل يعيد لك شوي يقول ألف مبروك لك، لأن ما شاء الله أنت اللي قاعد تجاوب أجوبة صحيحة وبسرعة في هذه الجولة وفي هذه الحلقة أيضا. ألف مبروك لك، صار عندك 132. أمين عندك 29 ليرة، ما تسوى على الجولة الثالثة يكون بس 29. شد حيلك يا أمين وركز معانا وخليك سريع. سؤالنا التالي راح يكون سؤال فيتاميني يقوي العضلات، وما أدري معلوماتكم عن الفيتامينات شلون. قليلة جدا. قليلة جدا. مين؟ والله شوف إن شاء الله. سؤالنا راح يكون عن الفيتامين. يقول السؤال: ما هو الفيتامين الذي يساعد على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة؟ أربع خيارات لأربع فيتامينات راح تطلع معانا، واحدة منها بس صح. هل يا ترى هو فيتامين دي، إي، أي، أم بي؟ لا إجابات ولا مجازفات في السؤال السادس في هذه الجولة. ما عرفتوا الإجابة؟ ما أدري. كنت شاك بين شنو شنو؟ A و B. بين A و B. أنا أدري A زين علشان يقوي البصر. بس B ما أدري. أمين؟ والله أنا هم B بس. كنت شاك بس ما أبغى. كنت شاك B ولكن قلت أخلي الزرار مثل ما هي. صحيح. حق أدوسها أذيها. بس. إذن الإجابة الصحيحة هي فيتامين بي، وللأسف الشديد ما جاوبتوا وبالتالي ما تأثرت أرصدتكم وما بقى عندي إلا أن أنتقل إلى السؤال اللي وراه. سؤالنا التالي هو سؤال تاريخي عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. أتمنى الإجابة تكون عندكم، هو سؤال تاريخي شوي صعب ولكن أتمنى أن تعرفونه من خلال السؤال نفسه. يقول السؤال: متى بدأ تلفزيون الإمارات إرساله الملون؟ أربع خيارات راح تكون عندنا، والخيارات هي 1944 ميلادية، 1954 ميلادية، 1964 ولا 1974. أنا أدري أن الأبيض وأسود عندهم كان في 1969، وحسين يقول 1974 تم بدء الإرسال الملون في الإمارات. شنو اسم المحطة؟ أو في أي مدينة؟ والله ما أدري. وين تتوقع؟ أبو ظبي. في أبو ظبي، بالفعل في أبو ظبي تم بدء الإرسال الملون في الإمارات. وأمين معلوماتك تاريخية مثل ما هي، والمجازفة محتاج منك مجازفة يا أمين. ليش ما جازفت؟ والله ما عندي معلومة. وليش ما جازفت؟ عندك خيار من أربعة، 25% احتمال الفوز. والله كان معلومتي صراحة 1974 بس ايه؟ ما أحب أتردد. ما بغيت تجازف، إذا حسين يحب يكون دائما في الجانب المريح بدون ما يدخل في مجازفات. الإجابة الصحيحة هي 1974، وأكيد اللي جاوب صح هو حسين. ألف مبروك لك يا حسين، 15 ليرة فضية. وين بسابتك يا حسين؟ 15 ليرة فضية، وصار عندك 147 ليرة فضية في هذه الحلقة وإلى الآن. وأمين عندك 29. عندنا آخر الأسئلة في هذه الجولة، وسؤالنا التالي راح يكون سؤال فضائي، وأمين أكيد بحتاج منك فضاء بعد هذا، أعلى من الطيران فضاء. سؤالنا يقول: ماذا يطلق على سحب الغبار والغاز الموجودة داخل المجرة؟ أربع خيارات راح نشوفها،
راح نشوف امين هالمره اذا راح يجاوب صح ولا لا. هل هي الحزم، الصدم، المذنب ام الشعري؟ ثواني طير يا امين، جازف يا امين. يبينا نجيب لك فريق مشجعين عشان جازف. إيه؟ بس ما في فايده. الاجابه صحيحه ما هي يا حسين؟ اتوقع بي. تتوقع بي صدم؟ مو متاكد كلش. انا ادري الصدم مفردها سديم، ولكن سؤالي عن السحب الغبار ما هي؟ ليش ما جاوبت؟ مو متاكد كلش. ومرتاح عندك 147؟ اي فايز لحد الان. امين؟ والله انا ما عندي معلومه، خلينا نكون على 29. اي خلينا على 29. ما كذا ما كذا تطلع فيها ولا بس. يروح عليك بسبه غبار فضائي. ها اذا الاجابه الصحيحه هي الصدم بالفعل، وللاسف ما حد جاوب، وبالتالي ما تاثرت الارصده. اما عن سؤالنا التاسع في هذه الحلقه فهو السؤال السريع، لان سؤال عن سباق السيارات. احد فيكم يحب سباق سيارات؟ والله لا بس امين، لو كان في عندنا سباق طيارات كان يمكن سالنا، ولكن للاسف الشديد سؤالنا عن السيارات. خلونا نشوف اذا المعلومه عندهم. يقول السؤال: اين اقيم اول سباق للسيارات من العام 1894 ميلاديه؟ اربع دول راح تطلع معانا، راح نشوفها من خلال الكمبيوتر. هل هي ترى المانيا، ايطاليا، فرنسا ام امريكا؟ مشجعين امين وينهم؟ ما اشوف مشجعين. امين ما جاوبت، وين كان رايح الهوس؟ انا صراحه ايوه اعتقد كان المانيا. تعتقد ان المانيا؟ الحمد لله اني ما جاوبت يا امين، لان الاجابه الصحيحه هي فرنسا. فرنسا تم فيها اول سباق للسيارات، للاسف الشديد ما جاوبت الاجابه الصحيحه. وحسين فرنسا اذا هي الاجابه الصحيحه. تخمينك اجابتك ما كانت موفقه، ولكن عندك 137 لحد الان يا حسين، متفوق ونقول لك مبروك مسبقا. امين عندك 29، ان شاء الله تحافظ عليهم الى نهايه هذه الجولة. سؤالنا التالي راح يكون سؤال عن الفضة، وراح نشوف اليوم امين راح ياخذ معاه الفضة ولا لا، بينما راح نشوف حسين واللي راح ياخذ ان شاء الله الذهب في هذه الحلقة. سؤالنا يقول: كم مرة ورد ذكر الفضة في القرآن الكريم؟ اربع خيارات، واحدة منهم فقط صح. هل يا ترى ذكر في القرآن الكريم كلمة الفضة ست مرات، ثمان مرات، عشرة أو 12 مرة؟ وأخيرا وبالسؤال الثالث أو الجولة الثالثة والسؤال الأخير في هذه الجولة، جاوب أمين وقال إيش كثر؟ ستة. ستة تشير تشير، ولكن كمبيوترنا يقول ألف مبروك لك يا أمين، إجابتك صحيحة بالفعل، ست مرات ذكر كلمة الفضة في القرآن الكريم. ألف مبروك لك يا أمين، ما أدري ايش كثر اعبر لك عن فرحتي انك قدرت تجازف وتخاطب وتجاوب في السؤال الاخير. اذا عندك 44 ليره فضيه، مبروك عليك ان شاء الله. حسين عندك 137، نقول لك الف مبروك، انت الفايز معنا في هذه الحلقه، وصار معك خمس ليرات ذهبيه. وايضا نذكركم بان حسين راح نشوفه مره ثانيه في المرحله الثانيه. اما امين فاشكرك على المشاركه. يعطيك العافيه. ما جازفت معنا ولكن اخذت ال 44 ليره فضيه، بالعافيه عليك. إذا أعزائي المشاهدين، الجولة الثالثة ما كان فيها مجازفة قوية من أمين، ولكن مبارك لحسين. وما بقى عندي إلا أن أشكر الرعاة وأشكركم على المتابعة. راح أشوفكم في الحلقة الجاية في أمان الله.